بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما نيجي نقول إيه باترنز وين مالتيبلاينج أهو النمبر باي باورز أوف 10، يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أعمل مثلا 12 تايمز 10 سهلة، كل ما علي أنا بكتب ال 12 تاني وأنزل الزيرو بتاع ال 10 ده بس. ليه؟ لأن ال 12 كأنها بتتعمل تايمز 1 بتبقى 12 وبنزل الزيرو بس 120. طب 12 تايمز 10 باور 2، 10 باور 2 معناها ايه؟ معناها ان ال 10 اتعملت تايمز نفسها مرتين. انا لو عملت ال 10 تايمز نفسها مرتين اهي هلاقي تديني 100، يعني كان ال 12 يعني دي كده تديني 100، كان ال 12 اتعملت تايمز 100، فكده ال 12 هتنزل وننزل الايه؟ التو زيروز دول بس. طيب لو 12 تايمز 10 باور 3 كان ال 12 اتعملت 10 باور 3، يعني معناها الزيرو بتاع ال 10 بقى زي ما اتفقنا هنا في ال 100 اتكرر مرتين، او 10 باور 2 اتكرر مرتين. هنا 10 باور 3 يبقى الزيرو هيتكرر ثلاث مرات، يعني هتديني 1000. يبقى كاني بعمل 12 تايمز 1 ب 12 وننزل ال 3 زيروز دول. وهكذا 12 تايمز 10 باور 4 مثلا يبقى كاني بعمل ال 12 تايمز الزيرو كده اتكرر اربع مرات، يبقى 1 0 0 0 0 اربع زيروهات. فايه اللي هيحصل؟ هتدينا 12 برضو وهينزل الفور زيروز ده اه، يبقى بقت 120,000 وهكذا. يبقى دايما النمبر بتاع الباور مع 10 هو النمبر بتاع الزيروز، يعني مثلا لو 10 باور 2 يبقى انا عندي ايه 2 زيروز يعني 100، 10 باور 3 يبقى انا عندي 3 زيروز يعني 1000، 10 باور 4 يبقى انا عندي 4 زيروز يعني 10,000، فهتطلع الانسر 120,000. اتمنى ان شاء الله يكون اتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو جينا خدنا مسائل متنوعه كده، يبقى انا بقى من غير ما اقعد ايه اعمل ال 10 دي اربع زيروهات ابقى فاهم على طول ان النمبر اللي معانا بينزل، يعني ال 5، يعني 5 تايمز 10 باور 4 ادي ال 5 هتنزل، وهنا 10 باور 4 يبقى نازل اربع زيروهات بس ببساطه. طب هنا هنزل ال 38 عادي، احنا فهمنا بقى القصه، لان 10 باور 2 عندها زيروين، يعني 0 0 0. هنا مثلا بعمل النمبر ده 273 تايمز 10 باور 3، 273 هتنزل عادي وانزل ثلاث زيروهات اه، يبقى بقت كام لو جيت اقرا الرقم ده 273,000. طب هنا مثلا 45 هكتبها عادي اهي وانزل دول ايه 6 زيروز، لان 10 بار 6 يبقى 6 زيرو، 1 2 3 4 5 6. لو عايز اقرا الرقم اهو بتعد 1 2 3 تحط كومه، 1 2 3 تحط كومه كده، ده ايه زي ما اتفقنا دول ما لهمش اسم، ده 1000 ده مليون، يعني كانها 45 مليون آه، ومفيش بقى حاجه في 1000 ولا في الايه ولا في اي رقم، يبقى كده النمبر ده 45 يعني. ده سهل بسيط، واتمنى ان شاء الله يكون اتفهم. طيب ساعات يجيب لي سؤال يقول لي write the exponential form as a multiplication expression. اصلا دي اسمها exponential form، طالما في باور كده الباور اصلا اسمها exponent، يعني دي اسمها exponential form. هو عايزها as a multiplication expression، يعني كاني عايز افككها، يعني اقول دي عباره عن 10 تايمز 10 تايمز 10 تايمز 10 تايمز 10، يعني 10 تايمز نفسها خمس مرات، اللي هي بتدينا في الاخر 100,000. هو بصراحه مش عايز موضوع 100,000، بس احنا برضو بايه بنقولها، هو عايز بس ان انا افككها له كده. طب يعني دي 10 بار 3 كانت 10 تايمز 10 تايمز 10 اهي، 10 تايمز 10 تايمز 10 اللي هي ايكوال 1000. طب هنا دي كانت عباره عن ايه 10 تايمز 10 تايمز 10 تايمز 10 اللي هي 10,000. طيب يبقى دلوقتي نبقى عارفين ان دي اللي هي ال 10 باور 4 دي بيسموها اكسبوننشال 4، يعني 10 باور 4 دي بيسموها اكسبوننشال 4، اكسبوننشال فورم يعني الفورم اللي فيها باور من الاخر. لكن دي بقى الفورم دي اللي هي ان انا فككتها كده، دي هيسميها ايه؟ مالتيبليكيشن اكسبريشن، مالتيبليكيشن يعني تايمز اكسبريشن. يبقى هو لو قال لي رايت ذا اكسبوننشال فورم از مالتيبليكيشن اكسبريشن، يعني هو عايزني اكتبها من اكسبوننشال فورم اللي هي فيها باور دي، افككها كده اخليها له مالتيبليكيشن. دي الفكره بتاعت السؤال. طب لو جه جاب لي العكس قال لي write the exponential form، يعني هو مديني المالتيبليكيشن اكسبريشن اللي هو ده اللي هو التايمز، وبيقول لي exponential form، انا بشوف ال 10 مكرره كم مره؟ ثلاث مرات، يبقى 10
باور 3 او تو ذا اكسبوننت 3. طب هنا 10 تايمز 10 تايمز 10 كام واحده؟ 1 2 3 4 5، واكتب 10 باور 5 دول كام واحده؟ 1 2 3 4 يبقى 10 باور 4 او 10 ريزد تو ذا باور 4. ده بالنسبه لايه؟ لو طالب الاكسبوننشال فورمولا.